When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم استشارات. ساعة من الآن ننتظر فيها كل مشاركاتكم عبر هذه الساعة. حلقة اليوم سنتناول مع المحامية ضيفة البرنامج نادية البزاز من مكتب ساريسنز عن شروط وإجراءات الحصول على تأشيرة الطالب للدراسة في داخل بريطانيا. بالتأكيد مشاهدي الكرام، متعارف أن قوانين منح التأشيرات الدراسية في المملكة المتحدة تتغير من حين إلى آخر، لذا علينا أو على الطالب الذي يطلب العلم في بريطانيا التأكد من السفارة أو القنصلية البريطانية على هذه القوانين. هناك إجراءات وشروط سنتعرف عليها. نرحب بكم وبكل أسئلتكم المباشرة على الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة. أهلا بك محامية نادية، نحييك في هذه الحلقة. بالتأكيد هذا الموضوع أيضا مهم، لماذا تتغير القوانين ولماذا على الطالب التأكد من هذه المعلومات، من صلاحيتها ووجودها في القوانين البريطانية من أجل الدراسة؟ لأنه الحقيقة أي طالب حياته معتمدة على التغير القوانين، فأحيانا الطالب اللي مقدم للطلب يكون جديد قبل ما يدرس، فلازم يتابع كل التغيرات حتى يشمل أو يحضر الأوراق أو المستندات اللي يحتاجها حتى طلبه لا يرفض. بالنسبة للطالب اللي موجود داخل بريطانيا وحب يمدد أو يعني الدراسة أو حاليا يدرس، فلازم يتابع القوانين اللي تشمله أو تؤثر على الإقامة. نعم، هذه التغييرات دائما، هي طبعا وزارة الداخلية تقوم بهذه التغييرات من فترة لفترة، ليست فقط في تأشيرات دراسية، في كل تقريبا مجمل التأشيرات. هل هي بالتحديد للطالب، يعني هذه التغييرات لصالح الطالب أم أحيانا فيها تشدد وصرامة؟ أحيانا بيها تشدد وصرامة، لأنه يحبون أنه يضمنون أنه الطالب حقيقة أنه جاي للبلد حتى لأجل الدراسة، مو أنه بس لأجل الحصول على الفيزا. نعم. لأنه من أحد الأشياء اللي ممكن أنه تعطي الصلاحية للطالب أنه حق العمل. طبعا أكو عدة أنواع للدراسة أو فيزة الدراسة. نعم. بس من ضمنها أحد أنواعها أنه هي تمنح الطالب أنه حق العمل، فيحبون يشددون على هذه الجانب حتى عفوا الطالب لا يجي أو المقدم لا يكون إقامته. نعم. بالبلد مجرد حتى يقيم ويشتغل. نعم. بس بسبب الدراسة بس. هو ما يدرس أو في حالات حصلت يعني فعلا أنا أكيد على تأشير يعني الطالب ولكن ترك الدراسة ليعمل؟ طبعا، وفي أيضا حالات أنه خلص الدراسة وخلصت الفيزا أو تغيرت الأسباب والشروط، فبالحالة بس هو بقى بالبلد يعني. نعم. فطبعا كتير. طيب، يعني ذكرتي أنه لتأشيرة الطالب للدراسة في بريطانيا أنواع، نتعرف على النوع الأول ما هو؟ نعم، طبعا بالحقيقة هي الدراسة لها ثلاث أنواع. النوع الأول هو المدة القصيرة اللي هي أما 6 أشهر أو 11 شهر، اللي تضمن هذه الفترة القصيرة لأجل الطالب اللي حابب يسوي دورة باللغة الإنجليزية أو أنه جاي حتى تدريب، هذا ياخذ كورس معين. بالحالة الشروطة طبعا أول شيء لازم يكون أنه يحصل على موافقة أو من المعاهد أو المكانات اللي هو اللي يقدم الطلب لها، اللي هم حيكونون مثل حالة الكفيل اللي تحدثت قبل في الحلقات السابقة. بعد هذه طبعا هذه المعاهد أو
الكليات أو الجامعات لازم تكون معتمدة من قبل وزارة الداخلية. فبعد هذه طبعا من الأشياء الأخرى أنه بالفترة القصيرة أنه لازم أيضا يبين للوزارة الداخلية أنه هو عنده نقود تكافية في حسابه أنه تعيله فترة إقامته داخل بريطانيا، وأيضا لازم يثبت أو يقدم مستندات أنه هو سوف يعود إلى بلاده بعد انتهاء المدة. يعني شو نوع المستندات هذه؟ يعني مثل يقدم تذكرة أو حجز مسويها العودة بعد 6 أشهر إذا كانت، أو عنده تذكرة بس مفتوحة يعني ممكن يحجز فيها، أو ممكن يحط يسوي بس حجز، بس شيء أنه يثبت أنه هو راجع سوف يعود بعد انتهاء مدة الإقامة. وبعد هذه أيضا لازم يثبت يقدم إثباتات أنه وين حيكون حيسكن، يعني إذا ورقة من لنقول أنه ممكن أنه هو حيستأجر مكان أو حيقيم في هوتيل أو عند أصدقاء، فإذن كل هالإثباتات لازم يقدمها. وطبعا أهم شيء هي الورقة القبول، أنه لازم يشمل اللي يأخذها من المعهد أو الجامعة أو المكان المخصص، ويثبت أنه هذه الدورة وتكاليفها ومدتها. وبعدين يعني هم موافقين ومانحين مكان أنه أول ما يدخل البلد ممكن يبلش الدراسة. هل أيضا ترتبط بمدة إقامته كما ذكرتي المدة القصيرة، مدة الدراسة على مدة إقامته؟ أكيد بالضبط. يعني ما فيها لا زيادة ولا نقصان، يعني ممكن يعطوا شهر حتى يبدي يجي قبل الدراسة، بس إذا كانت الدورة فهي من هاي الرسالة اللي حياخذها من المعهد أو الجامعات أو الجهة المعينة، حياخذها حتكتب إنه الدورة هذه أو الكورس أو دورة اللغة إنه حيكون مثلا فترتها 6 أشهر أو 10 أشهر 9 أشهر، فبهالحالة إنه على الأساس يعطوا الإقامة. طيب يعني لو تبعنا يعني بدايات الطالب اللي حابب يدرس في بريطانيا مثلا لغة إنجليزية أو يتابع دراسات عليا أو غيرها، تقديمه للجامعة في بريطانيا من بلده يعني، ما هي الخطوات الأولى؟ الخطوات الأولى إنه أول إشي لازم يحاول يدور على المعاهد، يبحثها عن مواقع المعاهد بالإنترنت ويتراسل معهم. بعد ما يوافقون ويعطوا رسالة القبول، فبهالحالة بعد يبتدي بالخطوات الثانية. طبعا لازم أول شيء يشوف إنه هذا المعهد إنه هو من ضمن قائمة المعاهد والجامعات المعتمدة من داخل بريطانيا أو من وزارة الداخلية. فبعد هذه يبتدي يراسلهم، حصل القبول فيبتدي الخطوات الباقية اللي هي لازم يحط فلوس تكمله، وبعدين تذكرة العودة أو يعني هالأوراق البقية اللي لازم يكملها. في نقطة حبيت، لأن كثير تحصل الطلبة يعني لما يقوموا بها الإجراءات كلها يكتشفوا أنه الجواز السفر يعني شارف على الانتهاء، فهذه نقطة لازم من خلال قراءتي 6 أشهر بالكثير. طبعا إذا دائما أغلب السفارات لازم يكون الجواز لما تقدمين حتى على فيزا زيارة لازم يكون على الأقل أنه 6 أشهر صالح لصلاحية الجواز، بس طبعا إذا هو مقدمها على 6 أشهر أو شيء فلازم يكون على الأقل من يوم التقديم أنه باقي لها سارية المفعول 6 أشهر. أصحاب المدة القصيرة اللي ذكرتيهم في هذا النوع من التأشيرة الطالب، بعد انتهاء هذه المدة هل يمكنهم أيضا تجديد المدة؟ لا للأسف، بهالحالة لا لهم حق التمديد، لا لهم حق يسحبون عائلتهم يجيبهم معهم يعني فترة إقامتهم، وأيضا ما لهم حق طبعا يأخذون المساعدات، هذا أهم شيء.
فهي من مساوئ هذه الفترة إنه بس 6 أشهر أو 11 شهر وبس. لا، إذا حب يقدم على دراسات عليا أو يأخذها إذا هاي لازم يرجع ويقدم على دراسة الطالب. لكن لا يحق التمديد من داخل بريطانيا حتى لو كان متطلب عليه أنه يقدم على كورس آخر. ما يقدر من داخل بريطانيا، لازم يطلع برا ويرجع بفيزا الطالب. طيب نتعرف على الأنواع الأخرى. نعم، النوع الثاني عندنا الفيزا الطالب اللي هو ما دون 18 سنة، يعني أصغر سن. نعم. أو الطالب الصغير. فبهالحالة أهم خطوة إنه هو لازم يحصل على الكفيل. ومثل ما تحدثت في الفترة السابقة في الحلقات السابقة إنه تذكرين لما الأخ اللي يتكلم من ليبيا، فهذا أهم شيء لازم مرة ثانية إنه يحاول يتابع ويشوف يبحث عن المواقع المعاهد أو الجامعات اللي هم حتى يقبلون إنه يكفلوا ويعطوا الكفالة. نعم. بعد ما حصل على هذه اللي احنا نسميها اللي هي اسمها شهادة القبول. طبعا لازم يضمن او انه يعرف انه هذا الجامعة هي عندها رخصة الكفالة. أيوة. انه تقدر تتكفل. فبعد ما يقبلوا فيعطوا شيء اسمها شهادة القبول أو الكاس بالإنجليز. نعم. احنا نتوقف عند شهادة القبول. اسمحي لي محامية نادية، ناخذ اتصال من هناء من الجزائر. أهلا وسهلا بك، تفضلي يا هناء. ابني يا ليت تعلي صوتك شوي هناء، تفضلي. الو ابني. ايوه احنا سامعينك، بس علي صوتك شوي. الو عندي ابني ذهب الى صوفيا، من صوفيا ذهب الى الجنة لكي يحصل على طالب اللجوء. يا ليت تعيدي سؤالك هناء، اسمحي لي معليش الصوت ما كان واضح في البداية. لو سمحتوا مساء الخير، لو سمحتوا عندي ابني. ايوه تابعي هناء، تابعي احنا نسمعك. الى اليونان. هاي ايوه هناء، يا ليت تكملي سؤالك، تفضلي. طالب اللجوء من لما قبضوا علي، يعني رحبوا بي ولم يعملوا لي اي شيء في الجزر اليونانيه. نعم. مع الفحوصات، لم يعملوا مع اي شيء، فذهب الى. طيب ما هو السؤال هناء في هذه الحاله؟ نعم، فقبضوا الان في السجن. هل يستطيع أن يساعده؟ هل يساعده أن هل يحصل على الصراحة هو؟ طيب. فعملنا له محامي. طيب هو يعني بس يا ليت تستوضحي أكثر هنا، هو ليش في السجن؟ لماذا هو في السجن؟ لم يجدوا له وثائق، قالوا له ليس لديك الوثائق. يعني ليس لديه الوثائق فهو الآن في السجن. نعم. طيب يعني أنت الآن تسألي ما هي الحلول؟ هو قبضوا عليه في اليونان، هو لاجئ، هل قدم اللجوء؟ أيوة وقبلوه، ومن ثم ذهب إلى العاصمة اليونانية فألقوا القبض عليه. طيب في اليونان هل يرفع؟ خليك معي على الخط هنا. وعملنا له المحامي. نعم. عملنا له ثم في اليونان، هدمنا له في المحامي في اليونان، فأعطانا ابننا الرقم في المحامي. نعم. فهدمنا له المحامي. طيب إذا هناك محامي يتابع قضيته. هل يعني طيب لا خليك معي، خليك معي يعني هنا لحظة. محامي نادية قضية شخص هو قبض. لحظة بس أنا خلينا أشرح للمحامية أنه قبض عليه في اليونان، قدم لجوء وهو الآن في السجن كما ذكرت، ولكن يعني لا أدري هل هناك أي حلول. يعني القوانين طبعا تختلف بين بريطانيا واليونان. العفو أخت هناء، شو السبب كان أنه انسجن؟ هل دخل بجواز مزور أو شيء؟ هو كما ذكرت أن ليست لديه أي وثائق، بس هذا مو سبب أنه يسجن إذا قدم لجوء. نعم. أحياناً
طيب انا ححاول ارد عليها على احنا طبعا على قدر ما سمعت. نعم. يعني او فهمت. لا احنا نتمنى انها تتصل ترجع لنا، فعلا ما كان واضح السؤال. كل اللي فهمته انه هذا الشخص قبض عليه بعد ما قدم اللجوء في اليونان ولديه محامي يتابع قضيته، وتسأل يعني ما هو الحل. يعني أنا الآن أتساءل، هل القوانين اللجوء هي أيضا مثل بريطانيا في أوروبا مثل اليونان وغيرها، أم هي تختلف على حسب؟ قوانين اللجوء هي شاملة كل بلدان العالم. نعم. ما تتغير، لأنه هي جاية مو من الاتحاد الأوروبي، هي جاية من الأمم المتحدة. نعم. صادرة. بس المسألة أنه طبعاً مثل ما تفضلتي أنه إحنا ماذا نعرف التفاصيل، أنه بس أحياناً كما هو الحال في داخل بريطانيا، إذا شخص مقدم للجوء طبعا هواية من الأشخاص يجون يأخذون جوازات مزورة. نعم. ولما يدخلوا إلى داخل بريطانيا. أيوة. فيقدمون هذه الجوازات، بعد ما يقدمون لجوءهم يقدمون هذه الجوازات المزورة. طيب اسمحي لي نادية، هناء رجعت، بس يا ليت توضحي هناء بالضبط، يعني لأن في إشكالية فهم القضية بالتحديد. نعم هناء. طيب أعتقد القطع الخط فقدنا الاتصال. نعم. فبهالحالة هذه حتى داخل بريطانيا تعتبر جريمة أنه تحملين جواز مزور. نعم. فحتى أكو كثير من الزباين اللي عندي حتى يسجنوا وبعد هذه ينظروا بقضيتهم، لأن نعم. هي حملهم للجواز السفر المزور هو جريمة. نعم. إذا هذا نفس الحال ينطبق عليه، فيعني حيكون هو لازم يخلص المدة اللي هو السجن مالته، وبعد هذه ممكن بعدين يتابعون قضية اللجوء له. نعم. أحيانا تأثر على اللجوء، بس لازم يبين أنه مثلا ممكن شخص ما معين المهرب. نعم. أو شخص ما معين كيفية حصوله على الجواز. نعم. إذا هي هذه الشيء القضية. ولكن هل هناك يعني ممكن محامي يدعم قضية من خارج بريطانيا؟ لا للأسف، هذا هو لا المقصود. لا يعني والتعاملات والتعاملات القانونية أو الإجراءات القانونية تختلف من اليونان إلى بريطانيا، لذلك يتطلب أنه يكون هناك محامي في اليونان يتابع القضية. وهو كما ذكرت حسب ما افتهمت أنه هي يعني ما أخذت لمحامي. بس يعني إذا حابت تستفسر أنه أعتقد أنه من هالمسألة، وهذه يعني شيء معقول وموجود حتى يعني. نعم. أي نعم، حتى لو داخل بريطانيا نفس. طيب. الإشي كان حصل. إحنا نتابع وقفنا عند الكفالة أو الكفيل. نعم. دون سن 18. نعم. الطلاب الذين يريدون الدراسة في بريطانيا، ماذا تعني هنا بالتحديد الكفالة أو نظام الكفالة أو الكفيل من خلال الجامعات أو الكليات في بريطانيا لدون سن 18؟ نعم، بالنسبة لأغلبية الأطفال الطلاب. نعم. اللي هم دون 18 أغلبيتهم حيجون يدرسون بمدارس. نعم. لأنهم بعدهم ما مؤهلين للكليات والجامعات. نعم. فمن الشروط المهمة أنه لازم يتصلون أيضا بالمدارس الخاصة، ما ينفع أنه يأخذون أو كفيل أو من المدارس الحكومية. فبعد ما حصلوا على هذه، طبعا هذه المدارس مرة ثانية لازم تكون معتمدة من الوزارة الداخلية في بالقائمة موجودة. فبعد ما أعطتهم الكفالة أو اللي هي شهادة القبول، أو فبهالحالة أنه يقدرون يقدمون، ويعتبر أنه مثل حالة الشغل أو اللي تكلمنا بيها. نعم. بالإضافة إلى هالشروط أيضا نفس الإشي، لازم يكون عنده يبين عنده نقود أو فلوس كافية في حسابه اللي حتعيله وتكفله أنه في فترة إقامة. نعم. بس هل هذه النوعية من التأشيرة يسمح له حتى هو يعني قاصر أنه بالشغل لمدة 10 ساعات بالأسبوع؟ نعم. هذه اللي يميز عن الفترة القصيرة، الفترة القصيرة ما إلى حق حتى. نعم. يشتغل.
في داخل البلد ولا يسوي أي دراسة ثانية، بس يجي على الدورة بشكل محدد بس الموجودة، فهذه يقدر أنه يعمل وداخل بريطانيا بس لا تزيد عن 10 ساعات بالأسبوع. وبعدين لازم أيضا يقدم ورقة أو شهادة من الوالدين أنه هم موافقين على أنه هو سفره ودراسته داخل بريطانيا لوحده. هل يطلب في هذه الحالة أيضا يعني ورقة أو عائلة ما تتكفل هذا الشاب الصغير مثلا أم لا؟ لا ما يحتاج، بس أيضا لازم يقدم أنه إثباتات أنه مكان سكنه وين حيكون متوفر أنه عنده سكن. يعني أغلبية الأحيان المدارس الخاصة هي تكون عندها دار سكن يعني في داخل بريطانيا، بس إذا حب أنه يكون يعني يروح يأجر مكان على حساب الخاص لازم يبين. يعني ممكن ممكن لازم يقدم أنه عقد إيجار أو شيء. في أي سن ممكن؟ أي سن اللي كان ما دام أنه عنده يحصل قبول من المدارس، وأيضا أنه يعني عند الكفيل وعند الأشياء اللي المتواجدة أو لازم الشروط، يعني مستوفي الشروط، فسواء أنه من الفلوس إلى السكن. لأن أنا سألت هذا السؤال لأن أعرف أن في بريطانيا قوانين مشددة بالنسبة لأعمار دون 18، يعني بأن لا بالنسبة لهذه لأنه هو جاي فترة طالب دراسية فترة دراسية محددة، فهي ما راح تزيد عن أكثر من 6 سنوات. فبهالحالة ممكن إنه تتمدد، بس في الأول يعني ممكن دراسية بس، يعني ممكن طالب يجي هنا يكمل الثانوية أو الإعدادية وبعدين حتى يحب يكمل إنه يروح على الجامعات أو يأخذ المعاهد الأخرى. فمن هذه نعتبرها المدة الطويلة عكس المدة القصيرة؟ نعم هذه مدة مفتوحة يعني بالنسبة للطالب. بس وكيف يعني يتم أخذ التأشيرة؟ هل هي كل 6 أشهر أم كل عام؟ لا لا على حسب الدراسة. فلنفرض أنه الطالب جاي حتى يخلص الثانوية أو فهي 4 سنين مثلا، فيعطوا تأشيرة 4 سنين أو كم شهر، يعني ممكن 4 أشهر. وبعدين هذه قبل 6 أشهر إذا قرر مثلا حصل قبول من كفيل ثاني وهي المعاهد أو الجامعات، فبهالحالة ممكن أنه يقدم من مرة ثانية داخل بريطانيا، ما يحتاج أنه يطلع ويرجع مرة ثانية ويقدمها ويستمر في الدراسة. هي المدة الأساسية يعني ما تزيد عن 6 سنين، هذا طبعا إذا كان أصغر من 16 سنة، بس إذا كان عمره هو مقدم للطلب بين 16 و17 فبس 3 سنوات يعطوا الفيزا، زائدا 4 أشهر إنه حتى يفكر إنه إذا يمددها أو شيء. أصغر من 16 يحتاج العائلة بهذه الحالة؟ يعني أعتقد أن هذا في قانون على محامي نادية، لا أدري إذا تتفقين معي ولا لا، أصغر من 15 سنة يحتاج إلى عائلة، يعني عائلة تتكفل أعتقد في هذا الحال. ما يحتاج، لأنه إذا هو حيروح المدارس الخاصة ومثل ما خبرتك مدارس الخاصة تكون هي عندها دار سكن للطلبة. يعني أغلبية مدارسنا الخاصة في بريطانيا أنه بدون عائلات والطلاب عايشين في المدارس، قصدك المدارس الداخلية البوردينج سكول؟ نعم بوردينج سكول هي الخاصة. فبهالحالة أنه هم عندهم دار سكن والطالب يعني حتى لو يكون تحت رعايتهم وإشرافهم فما يحتاج إلى عائلة أنه تعينه هو، بس لازم يثبت أنه إذا كان الكفيل مالته هو هاي البوردينج سكول أو المدرسة الخاصة وهي عندها سكن حتى موجودة بالكفالة مالته وأيضا بالورقة حتى يبعثوا له بورقة القبول أنه حيقولون أنه هاي الفترة والمدارس وكل هالشروط موجودة. فبهالحالة يعني بالتأكيد واضح لأنه هو ضامنها، ما كان واضح بالضبط يعني أصغر من 15 سنة يعني كيف أعتقد أنت إذا تمزجين مع المقدم اللجوء اللي هو دون 18 سنة؟ لا 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 الدارسين في سن تحت الخمس قبل يعني تحت 15 سنة، لأنه ما كانت وضحت الفكرة أنه مدرسة خاصة، هي المدارس الخاصة فعلا تهيئ السكن والرعاية والإشراف حتى يعني البريطانيين لما يبعثون أطفالهم هم موجودين داخل بريطانيا، بس الأولى
الأولاد ما يشوفوهم إلا بالعطل الدراسية. نعم أكيد أكيد. وفي الإجازات هل تعطى أهليهم أيضا كما ذكرتي أهليهم لزيارة أبنائهم في هذه المدارس؟ إذا الوالدين حبوا أنه ينضمون إلى أولادهم ما رح يجون تحت هالفيزا أو تأشيرة الطالب. نعم. لازم هم يقدمون تأشيرة ثانية اللي هم يعتبرون والدين أو اللي لطالب. نعم. فتأشيرة وشروط مختلفة, مختلفة عن يعني مو مثل الطالب اللي فوق ال 18 اللي يقدر يجيب عائلته اللي هي زوجته وأولاده. نعم. بس بالنسبة للوالدين لا, تكون تأشيرة ثانية وشروط ثانية. فهذا الفرق الموجود. هل يعني يمكن أحد الوالدين أن يطلب أن يرافق ابنه؟ طبعاً في تحت ال 15 عام. بس ما رح لازم يستوفون الشروط اللي تقديم فيزا الوالد لطالب. مو حيجون على نفس التأشيرة أيضا نفس الشيء يعني. نعم. حتى لو كان من أجل الدراسة يعني شغلة تأشيرة منفصلة عن التأشيرة. بينما إذا كان طالب فوق ال 18 سنة لما يقدم على الطلب فزوجته وأولاده ما يحتاج لهم أي شروط على نفس تأشيرة الطالب اللي فوق 18. ممكن يندمجون ويجون على نفس التأشيرة, نفس المدة, نفس التأشيرة, نفس المدة, نفس الشروط. ما يحتاج ما يحتاج لهم أي شروط ثانية. نعم. يعني تكاليف هذه التكاليف التأشيرة. نعم تكاليفها هي 3. طبعا هذه الرسوم التأشيرة زائدا الرسوم الصحة. أيوة. إنه مثل ما خبرتك إذا كان مقدم الطلب اللي هو الطفل الطالب أو فإذا كان دون 16 فحي أكثر مدة يقدر يأخذها وهي 6 سنين و4 أشهر. إذا لا كان بين 16 و17 فهي 3 سنين و4 أشهر. من فوائدها انه تقدر تمدد ويقدر يعني يستمر سواء مثلا لنفرض انه الطالب اجى مقدم على اول شيء الاعداديه فهي تمدد ويكمل الثانويه. فلهذا تتمدد تكمل انه الى معاهد وجامعات فممكن تتكمل. بس شريطه انه لازم يحصل كفيل ثاني. أيوة. اذا نفس الكفيل لازم يجددوا له شهاده القبول. تعتبر لكل تمديد يحتاج لشهاده جديده. نعم. تكاليف جديدة أم نفس التكاليف؟ طبعا بالنسبة للطالب إذا يمدد طبعا تكاليف في كل مرة في تكاليف جديدة. نعم طبعا تكاليف المقدم للطلب. فبالنسبة للكفيل فلازم يعطي للطالب مرة أخرى كفالة جديدة. أيوة. وهي يبين أنه كم سنة. طيب إحنا نوقف عند كلمة حسيت قصير. محامية نادية البزاز, مشاهدي الكرام انتظرونا لطبعا متابعة بقية شروط وإجراءات وأنواع الحصول على تأشيرة طالب الدراسة في بريطانيا. كونوا معنا. Solicitor with integrity. Make sure you choose Saracens. The professional choice. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice. حيكم مجددا مشاهدينا الكرام, استشارات معكم نصف الساعة الثانية.
وطبعا المحامية نادية البزاز من مكتب ساريسنز، نحييكم في موضوع حلقة اليوم، شروط وإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الطالب للدراسة في بريطانيا. ناقشنا في النصف الساعة الأولى مع المحامية نادية على أنواع التأشيرة التي يتوجب للطالب الحصول عليها، على الإجراءات القانونية، وناقش النوع الثاني والثالث. أهلا بكل استفساراتكم. أهلا بك يا محامي نادي. طبعا توقفنا عند التكاليف لدون سن 18 في كل مرة يريد أن يجدد التأشيرة لطبعا متابعة الدراسة. نعم، بالنسبة للتكاليف هي على ثلاث أنواع. إذا يحب يحصل النتيجة خلال من ثلاث أسابيع إلى ست أشهر، فهي 457 جنيه استرليني. أيوة. إذا حب يستلم النتيجة أو الرد جواب خلال 10 أيام فحتكون 916 جنيه استرليني. نعم. إذا نفس اليوم يعني يحضر إلى وزارة الداخلية ويقدم الأوراق هنا، فبهالحالة يكون تكاليفه 1047 جنيه استرليني زائدا طبعا رسوم الصحة. هي للدون 18 وفوق 18 نفس الشيء؟ تقريبا نفس الشيء. نعم نفس الشيء بالضبط. طيب محمد نادي، لو رجعنا لأصحاب المدة القصيرة، نعم، نريد أن نذكر بشكل سريع الأوراق الهامة التي يتطلب طبعا تحضيرها. نعم، الأوراق اللي هي شهادة القبول أو ورقة القبول من المعاهد أو المكان اللي حيسوي الدورة. نعم. عنده اللي تشمل الشهادة، إنه أول إشي إنه مدة الكورس أو الدورة، زائدا إنه تكاليفها. أيوة. وزائدا إنه نوعية يعني شنو هي الدراسة حتكون أو التدريب. أول خطوة، أول ورقة إنه يحصل إنه مثل قبول بدائي، اللي هي لما يراسلهم عن طريق الإيميل، فحيحصل منهم سواء رسالة يبعثوا له هو. نعم. ردي أو شيء لهم. نعم. إنه أو إيميل إنه يقولوا إحنا موافقين وأكو حجزنا لك مكان. بعدها حيصدروا له هذه الرسالة اللي ضامنة وشاملة كل الأشياء موجودة، فهذه طبعا لازم يقدمها. زائدا يقدم كشف حساب بالبنك، اللي تشمل انه بيها يعني يكون نقود او مصاريف اللي تكفل مصاريفه داخل بريطانيا، زائدا مصاريف الكورس او الدوره اللي حياخذها، زائدا تكاليف الرجوع. يعني اذا ما كان حاجز، قصدي ما كان قاطع التذكره تد العوده بس حاجز مثلا، فيبين انه هذه الفلوس اللي عنده موجوده في الحساب انه حتى تكفله وتعينه طول الفتره، وزائدا انه تشمل او تضمن رجوعه الى بلده. نعم. بالاضافه الى هذه طبعا في شهاده عدم اصابه بالسل لبعض البلدان، هذه ضروريه دائما. دائما. نعم. موجوده. بس يعني هذني الأكثر الأساسيات. نعم. في كل. طيب وبالنسبة لفوق 18 وسن تحت 18، الإجراءات والأوراق نفسها أيضا تختلف؟ الفوق 18 والدون 18 الفرق بس بيهم نفس الدون 18 نفس الأوراق والمحتاجها اللي فوق 18، بس بالإضافة إلى هذه لازم يأخذ ورقة من والديه بالموافقة. هذه زيادة. على إنه نعم إنه هو يدخل البلد يعني. نعم. أو موافقين إنه على دراسته وإقامته في داخل بريطانيا. نعم. فترة الدراسة. موافقة الأسرة. نعم. هذه ضرورية طبعا الوالدين. لكن التكاليف هنا بين كل هذه الأنواع، بالنسبة للتأشيرة القصيرة المدة إذا كانت 6 شهور فهي 93 جنيه استرليني. أيوة. إذا كانت 11 شهر فهي 179 جنيه استرليني. نعم. بالنسبة للطالب دون 18 والفوق 18 فهي نفس التكاليف. نفس التكاليف اللي ذكرتها. نعم. وفي كل مرة يكون في تمديد، يكون هناك طبعا رسوم. نعم. أخرى جديدة. نعم. للدفع طبعا القصيرة المدة مثل ما تكلمنا محددة.
لا تمدد ولا يحصل أي شيء. بالنسبة للدون 18 والفوق 18 نعم ممكن تمدد، بس طبعا الشروط الفوق 18 هتكون أصعب من الدون 18 لأنه حتى فرضا الشخص اللي جاي ما فوق ال 18 جاي حتى يدرس خلينا نقول البكالوريوس، فحتى يكمل يمددها حتى يدرس شهادات عليا مثل الليسانس او الدكتوره الماستر او الدكتوره، فبهالحاله بهالحاله يحتاج الى كثير اوراق ويعني اجراءات والكفاله لازم تكون كثير صعبه للكفيل، يعني لازم الكفيل من جامعه معتمده والدراسه اللي دي يسويها لازم يعني هو قابله او معتمده مستنده او تكون عاليه تم الموافقه عن طريق الجامعه، يعني تكون متابعه أكيد. نعم. فالمشكله اللي موجوده تصادف اكثريه الطلاب اللي هم ما فوق ال 18 انه احيانا انه الكفيل اللي هي الجامعه خلينا نفرض، فالطالب دخل وبدا يدرس يسوي خلينا نقول البكالوريوس فهي 4 سنين او 3 سنين، ففي خلال هالفتره سقطت حق الكفاله، يعني وزاره الداخليه كل سنه او كل كم سنه تراجع الكفالات اللي تعطيها للكفيل، فاذا شافت انه هذا الكفيل يعني غير مؤهل او فممكن تسقط عن حق. يعني ماذا تقصدين بغير مؤهل؟ يعني كيف عندهم هم شروط وزارة الداخلية للكفيل، فهذه لما هو يصدر الكفالة كحالة حال أي كفيل يعني، فلازم حتى يحصل على هذه شهادة الكفالة حتى يكون كفيل أو يقدم، فأكو فيها شروط معينة وفيها عدد معينة، ويمكن يلاحظون إنه نسبة الطلبة اللي دت تجيبهم وهل نسبة إنه الدراسات ونسبة المستوى والغياب ممكن محسوب طبعا أكيد فبالحالة إذا لاحظوا إنه هذا الكفيل بعد غير مؤهل لهذه الكفالة فممكن تنسحب من عندهم، فبهالحالة بدون إشعارة ممكن نعم تنسحب من عندهم، فيعطوه إشعار للطالب لانه ويعطوه مده معينه انه بهالفتره انه لازم يلقي له كفيل ثاني، فهي هذه اللي اقدر اقولها ماساه يعني. نعم. هذه الازمه اللي ممكن يعيشها الطالب. نعم. في هذه المرحله. نعم. فهي اوتوماتيكيا اذا نفرض اعطته شهر على الاغلب الاحيان يعطوه شهر الى 45 يوم انه يلاقي له كفيل ثاني، فالكفيل الثاني ممكن مستكفي لأنه هم عندهم نسبة معينة من الطلاب اللي يقدرون يعطوهم الكفالات، فإذا هذه الكفيل ما لقى كفيل فبهالحالة تسقط ولازم يرجع البلد، فهي هذه من الأشياء اللي الصعبة أو المشاكل اللي بتواجهها نعم الطلاب في هذه الحالة. ممكن يعيد مرة أخرى الطلب و يحاول أن يبحث عن كفيل آخر كجامعة أو كلية إذا لقى خلال هالفترة لقى كفيل ثاني فممكن إنه رأساً يكمل الدراسة مالته، وأحياناً لنفرض إنه انسحبت من عدم بس باقي له مثلاً كم شهر على إنه يكمل، ممكن تمنح الوزارة الداخلية إنه هالفترة إنه يقعد بها داخل البلد ما تكنسل شهادة. نعم. الفيزا مات او التاشيره لحد ما انه يخلص دراسته، يعني ممكن تضمن حقه طبعا هنا يلعب يعني هذه نعتبرها استثناءات يعني لبعض هاي الحالات أكيد من الطلبه، لانه الحياه الطالب او اي شخص في بريطانيا اللي هو عنده كفيل حياته معتمده او اقامته معتمده. نعم. على الكفيل. نعم. سواء طالب او عامل او اي موظف، فبهالحاله اذا هذا سقطت عن الكفالة أو غير الكفيل سحب الكفالة. نعم. فبهالحالة أنه لازم خلص تسقط الإقامة مالته وتتغير، بس في تواصل بين وزارة الداخلية والجامعات. نعم. هل حصلت عفوا محمد، هل حصلت حالات مثلا لديه التأشيرة ولكن غير الطالب من جامعة إلى جامعة أخرى؟
هذه مو مشكلة، ممكن يغير إذا لقى كفيل ثاني وغير الدرس، ولكن التأشيرة ما زالت موجودة. نعم، فشو اللي يصير إنه حيرجع التأشيرة مالته وحيصدروا له تأشيرة ثانية عن طريق كفيل الثاني. نعم. فنفرض الكفيل رقم واحد كان معطي كفالة أو المنحة الدراسية كانت لمدة 3 سنين، والطالب دخل مثلا حتى يسوي خلينا نفرض كورس مال الهندسة. نعم. ففترة الدراسة الأولى ما حبها، حب يغير إلى دراسة ثانية. نعم. لقى كفيل ثاني، إذا هو نفس الكفيل ما رضى يعني أنه يغير له. نعم. فدرس أو لقى كفيل ثاني فحب يغير إلى هذه، فبالحالة الكفيل الثاني حيخبر الوزارة الداخلية وحيكفله بأن هو تحت إشرافنا الآن. نعم. نعم. لاحظي حتى الكفيل الطالب لو حب يمدد، لنفرض أنه دراسة سقط وحب يمدد يعني المدة هذه، لازم يصدر للكفيل نفسه كفالة ثانية جديدة حتى للتمديد. نعم. ولازم يقدم المقدم الطالب أو الطالب لازم يقدم على التغيير أو التمديد من خلال هالست أشهر من الكفالة الجديدة. نعم. وإلا إذا تأخر تسقط عنه. نعم. حتى ما يقدر. إذن الجهتين جهتين هامتين في حياة الطالب لاستمراريته في الدراسة، التأشيرة وأيضا الكفالة اللي تحصل عليها عن طريق الجامعة أو الكلية. نعم. هما الكفيل لأنه مؤهلين أو نقدر نقول أنه مراقبين من وزارة الداخلية. نعم. فهم دائما يحرصون على الطلاب اللي يعطوهم كفالات أن نعم. يلتزمون بالشروط حتى لا يفقدون شهادة الكفالة أو حقهم بأنه يتكفلون طلاب. نعم. آخر. طيب إحنا لأن الوقت داهمنا وحابين أيضا نتعرف على النوع الثالث من التأشيرة، تأشيرة الطالب. تقريبا أنا قلتها، هي اللي فوق 18 ونفس الشروط اللي موجودة. نعم. بالنسبة للطالب دون 18 لازم يكون عنده فلوس يعني أو نقود بحسابه أنه تعيله. بس اللي يميزه عن الطالب دون 18 انه يقدر يجيب عائلته على زوجته واطفاله. نعم. على نفس الهال. وشيء ثاني حبيت اذكره انه في كل الحالات ما لهم حق الاستئناف او بس عندهم المراجعه الاداريه او التمديد. نعم. في اي الحالات، في حالات الطلاب حصلوا على الاقامه الدائمه. نعم، اذا بقوا بالبلد لمده 10 سنين فممكن يحصلون على يقدمون على الإقامة الدائمية بشكل اعتيادي يعني عادية. بدون رجوع إلى سجلهم اللي هو جاءوا أساسا كطلاب يعني. وهو على الطلاب يضمن الحقوق اللي الإقامة الدائمية لها نوعيات مختلفة أو أنواع مختلفة. نعم. فواحدة من الأنواع الإقامة الدائمية أنه إذا الشخص هنا مقيم في البلد لمدة 10 سنين بصورة قانونية. نعم. فإلى حق أنه يقدم على تحت أي ظرف. نعم. كان فهم يدخل هذا المنظار الطالب أنه إذا بقى أو قام في البلد 10 سنين. نعم. كطالب فبهالحالة مقدر بعد 10 سنين يقدم. هل الطالب له حق أن يعمل بعد انتهاء دراسته بشكل رسمي يعني شركة تطلبه في داخل بريطانيا أم عليه العودة إلى بلده من ثم؟ نعم، هذه بهالحالة حيغير الكفالة الكفيل وحيغير نوعية التأشيرة لأنه هو أو إقامته، هو إقامته هسه كطالب. نعم. إذا خلصت إقامته وهو الكفيل لنفرض الجامعة نفسها أرضت عليه عمل فلازم يرجع إلى بلده ويقدم. نعم. على يجي بفيزا عمل. نعم. كل هاي الحالات ذكرتي أنها تستطيع أن تعمل 10 ساعات في بريطانيا. مو كل الحالات، المدة القصيرة ما إلى حق. نعم. العمل. نعم. الطالب اللي دون 18 10 ساعات. نعم. والطالب اللي فوق 18 لهم حق، بس طبعا كل الحالات ما غير مسموح لهم يقدمون على المساعدة أو يأخذون المساعدات. محامية نادية البزاز من مكتب سرسن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا نهاية حلقة اليوم،
على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع جديد قانوني، انتظرونا. ناقشنا اليوم طبعا أهم الشروط والإجراءات على الحصول أو الحصول على تأشيرة الطالب للدراسة في بريطانيا مع المحامية نادية البزاز. يمكنكم طبعا مشاهدة هذه الحلقة على يوتيوب أو على موقع قناة الحوار على الفيسبوك. يتجدد اللقاء. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. When you need a solicitor with integrity, make sure you choose Saracens. The professional choice.